السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ نهاد. كنتمنى وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو انكم تكونوا بخير وعلى خير. سعيده بلقيكم مجددا اخواتي. اليوم ان شاء الله غادي نتقاسم معكم روتين التحضيرات رمضان الكريم ان شاء الله، ولكن غادي نبدا من الفطور اكيد والغداء، وغادي نوريكم شنو غادي نوجد في العشيه باش نعمل كل شيء في الكونجيلاتور، وغادي تشوفوا معايا الفيديو اكيد اكيد. كنتمنى ان الفيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ما تنسونيش بالتعاليق ديالكم بلي لايك ديالكم مزيونه في حالكم. بالنسبه للناس اللي كيشوفوا القناه ديالي لاول مره فهاد الان وليس امرا، ما تنساوش انكم تابونوا في القناه، كذلك تفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد باذن الله. وهنا بالنسبه للفطور، انا شتيني قبيلتي بجلابه حديت الى في المدرسه وجيت انا كنعمل اتاي. وهنايا غادي نعمل واحد شويه ديال الخليع الصراحه، واخا انا شحال هادي ما كليتو ولكن شهيتو، كان عندي في الفريكو وجبدتو. غادي نعدلو بالبيضه ما فيها بس مره واخا ناكلو شي حاجه اللي هكذا دسمه ماشي مشكل، يعني مره ماشي دائما. صافي غادي نعمل الفطور ديالي، ومن موراه غادي نعمل لقمه دجاج اللي غادي نعملهم يعني يطيبو باش نعمل بيهم البريوات. بالنسبه لقمه الدجاج فهي عاديه، اي واحد كيفهم يعدلها، عندي الفيديو من العام اللي فات الا بغيتو نخليه لكم في صندوق الوصف. لقمه اللي هي عاديه، الدجاج فوق منه الابزار والسكنجبير والخرقوم والملحه والزيت والبصله ومعدنوس وصافي. وغادي تشوفوا معايا اكيد دابا بالنسبه للدجاج وبالنسبه للبريوات دلوز وحتى هذا لي فوند البيتزا غادي نعدلهم دابا ان شاء الله، وغتشوفوهم معايا. نوريتكم هذا الجبل اللي هو اكثر من رائع الصراحه، رجعت مدمن عليه كيعجبني بزاف. انا صافي والدجاج ديالي ها هو قليته مزيان، من بعد ضفت له جوج كيلو د البصله اللي يعني قطعتها في الهشوار هكذا صغيره طريفات صغيرين كيف ما كتشوفوا، وزدت لهنا المعدنوس. دابا غادي نجود الكوكوت، ما فيهاش الماء بزاف الماء اللي تقلى فيه من الدجاج. صافي دابا غادي نجود الكوكوت وغادي نخليها طيب غير في هذه المريقه ديالها اللي تقلى فيهم الدجاج. صافي ومن بعد ان شاء الله نفتت الدجاج ونطوي البريوات. وها نتوما معايا صافي، هنا عملت الرز غادي كيطيب باش نعمل به السلطه باش نتغداو ان شاء الله. الدجاج عندي على عافيه اللي هي مهيله، ونعملت واحد الطاجين دجاج بالخضره كيف ما كتشوفوا كيطيب هنايا. صافي وهاد القشوع غادي نردو مطعم دابا، زولته من الشبكه باقي فيها واحد شويه. وهنايا طيبت الباربا والجعده وبطاطا باش نعمل السلطه نتغداو. وهنايا عندي اللوز كيف ما شفتوا مسحته مزيان في واحد السربيطه من الغبره، عندي نص كيلو شي حاجه يعني تقريبا عندي 600 غرام هنا، عملته في المقله الثقيله ديال الرغيف وغندخلو للفران غنحمرو حيت غنعمل به البريوات. بالنسبه لبزاف ديال الناس بزاف الاغلبيه ما كيعرفوش هذه الطريقه، عجيهم غريبه انني غادي نعمل اللوز، حيت كاين اللي كيفسخو كيغليه وكيفسخو وكيقليه في الزيت، كاين اللي كيغليه وكيفسخو ما كيقليهش كيعمل عقده ديال اللوز. انا ما كنعجبنيش ديك الطريقه، كيعجبني مقلي في الزيت اه كيجي مزيون، ولكن عاود الدهنيات بزاف عاود يعني ماشي صالحين. على داكشي انا كنفضل نعدلو بهذه الطريقه، ما كيجيش نهائيا كحال ولا باين. وكنستافدو هاد كذا من القشره ديالو فيه واحد الفيتامينات اللي هما كثيره. دابا غادي نعملو في الفران وغادي نحمرو مزيان حتى غيتكرمل يعني يرجع مكرمل، وغادي نطحنو ونجمعو غير بالمزهر. وغادي تشوفوا يعني حيت غادي نعمل اليوم ان شاء الله البريوات معكم، البريوات اللوز وكذلك بريوات الدجاج. صافي هو بعد ما شعلتلو الفران غنخليه حتى غادي يتحمر مزيان، وديك الساعه نرجع نتلاقى معاكم. صافي وهنايا ها الشلاطه ديالي واجده كيف ما كتشوفوا، كثرت البطاطا حيت نتوما عارفين الدراري الصغار كيبغيو الصراحه غير البطاطا كياكلوها. والطاجين ها هو باقي كيطيب صراحه، فيه واحد الرويحه فنه، شوفوا طب غير في المريقه ديالو وهي باقا فيه واحد الشويه، غنخليه باقي واحد الشويه ونطفيلو. المهم الغدا ديالي واجد، دابا غادي نمشي نعمل العصير وصافي، وغادي نرجع معكم في الفيديو حتى العشيه ان شاء الله باش نبغي نكمل على البريوات وعلى عجينه بيتزا. هذا ما الدجاج ديالي بعد ما زولت من الطنجره كيف ما كتشوفوا، والدغمره قلبتها هنايا وبديت كندغمره، ها هي الدغمرات كيف ما شفتوا معايا. صافي ما بقاتش فيها المريقه، غنخليها تنشف واحد شويه ونزيد عليها واحد 8 د البيضات. صافي هنايا كيف ما وريتكم ها هي صافي الدغميره عندي وجدت، وهنايا عندي 8 د البيضات اللي عملتهم هنا باش نعرف يعني واش مزيانين ولا. صافي دابا غادي نبدا نزيد شويه بشويه مع التحريك. خاص تكون يعني العمليه سريعه باش البيضات ما يطيبولناش دغيا كيف ما شفتوا، دغيا كيطيبوا دغيا خصنا نهرسوهم.
غادي نبقى بهذه الطريقه ونخليهم يطيبوا واحد 15 دقيقه تيطيبوا انحس، لان صافي الضغميره ديالي طايبه مزيان، البيضات هما اللي خصهم يطيبوا. صافي، اما بالنسبه للباطابيتزا فانا عندي هنايا يعني هادو تحضيرات رمضان كيف ما قلت لكم، على داكشي غادي نعمل كميه كثيره وكنعملها في المجمد ما كتبقى على حتى شي حاجه، وفي رمضان ان شاء الله كنبقى نجبد ويعني ونعوض. صافي، عندي هنا 4 كؤوس الدقيق الابيض الخاص بالحلويات الدقيق الممتاز، عندي 2 معالق الخميره الفوريه كبارين، عندي 2 بيكين باودر بحجم 8 غرام الواحده يعني المجموع 16 غرام، عندي القليل من الابزار، عندي 2 معالق السكر سنيده الخشن ومعلقه كبيره ديال الملح، والمعلقه السكر حتى هما كبارين. عندي كذلك الا كان عندكم الحليب مجفف عدلوه، ما كانوش عاد تستغناو عليه وتعوضوه بالحليب اخر. عندي هنايا الصحتر اللي شفتوا كيف ما يعني عدلته بهذه الطريقه، والثوم المجفف كذلك حتى هو شويه الثوم المجفف. بالنسبه للمرحله الاولى مرحله التخمير، فانا عندي هنايا 3 الكؤوس ديال الحليب و 3 الكؤوس ديال الماء اللي سخنت مزيان، وهنايا غادي نخلط النواشف. وغادي نزيد دابا هاد هدايا دفعه واحده. هذه المرحله الاولى، المرحله التخمير، وملي كيكون يعني الحليب دافي فاكيد غادي تخمر لكم بسرعه. دابا هنا كنغطيوها بشي منديل اللي يكون سخون باش دغيا تخمر لي، وكنخليوها حتى كيتضاعف الحجم ديالها، ونكملوا المرحله المتبقيه. صافي، بعد ما خلطت هذا الشيء مزيان غادي نزيدو كاس زيت الزيتون. الا بغيتو تعملوا نصف الكميه كتعملوها، ولكن كتعملوا غير نصف كاس زيت الزيتون. غنخلي لكم نصف الكميه مكتوبه في صندوق الوصف. غادي نخلط الكل جيدا بهذه الطريقه هذه. صافي، كيف ما شفتوا هذا هو الخليط بعد ما ضاعف الحجم ديالو. هنا غادي نزيدو 4 كؤوس من السميد الناعم اولا الفينو يعني الطحين الصفر الحرش، غادي نزيدو 4 الكيسان كما قلت لكم نصف المقادير عتجبروها في صندوق الوصف. غادي نعمل 4 الكيسان ونرجع معكم. كيف ما شفتوا هذا هو الكاس الرابع، ودابا غادي نزيد الدقيق. تقريبا غادي نحتاج ليه 10 الكيسان دقيق. انا غادي نعمل بعدا في الاول 5 وغادي نشوف. لان الدقيق كيبقى على حساب النوعيه ديالو. كاين الدقيق اللي غادي يعني غادي دهز لكم حتى 10 الكيسان، كاين اللي عاد تقدر دهز لكم غير 9 الكيسان. كيف ما شفتوا دابا درت 5 الكؤوس، غادي نزيد 2 كؤوس وعاود نخلط ونشوف. يعني دابا وصلنا 7 ديال الكيسان الدقيق. غادي نجمعها ونرجع معاكم. باقي خصها تقريبا واحد 2 كيسان الدقيق، يعني كما قلت لكم غادي تهز لي فقط 9 الكيسان لان باقا كتلصق كيف ما كتشوفوا. كما قلت لكم ضفت 10 9 الكيسان الدقيق وباقا كتلصق. غادي نزيد ان شاء الله الكاس الاخير هو الكاس رقم 10 يعني كيلو الدقيق تقريبا.
وغادي نجمعها عادي ونرجع معكم. وهنايا قلبت العجين ديالي على سطح العمل وغادي ندلك واحد الشويه ضروري غير شويه غير باش يتجمع صافي. يعني ما كيحتاجش العجينه بزاف غير شويه هكذا وصافي. غير باش يتجانسوا العناصر مع بعضياتهم العجينه كتكون رطبه كنحصلوا على العجينه اللي هي رائعه صافي. وهنايا بعد ما كنسالي العجينه البيتزا ديالي كنعجنها مزيان مباشره كندوز باش كنشكلها ما كنخليوهاش تخمر لان عطيناها الوقت الكافي في الاختمار في المرحله الاولى. هنايا كنرش سطح العمل بالدقيق ومن بعد كنطلق رقيقه وكنثقبها هكذا بالفرشيطه كامله وكنبدا نطبعها. طبعوها بالحجم اللي بغيتو انا بغيت نعملها صغيره على داكشي كنطبعها بالكاس لان عندي طابع كبير شويه هذا العام ان شاء الله بغيت نعملها غير صغيره بحال هكذا كتجي مزيونه. وغادي نعمل واحدين حتى هما متوسطين يعني كبارين يعني دا شخصين او دا ثلاثه. هنا بالنسبه لهذيك اللو زيت عليه كاس السكر اللي غنعمل به العقده وزيت عليه مزهر وغادي نطحنو حتى يرجع لي عقده اللوز كيف ما كتشوفوا راه كيتجمع ومعلك جا معلك. هنايا غادي نقلبو هكذا في واحد البانيو باش غنبدا نشكل في البريوات ديالي. بالنسبه للبريوات انا كنقطع الورقه د البريوات د اللوز او لاد الكاوكاو يعني اي بريوات معسلين كنقطعها على أربعة ماشي فحال الاخرى كنقطعوها على جوج ولا على ثلاثة على أربعة باش كيجيوني صغيورين ما كيجيوش كبيرين بزاف. هنايا غادي نقطعها وكنبدا نستفها كنستفها خمسة حتى ستة الوحدات وكنبدا نطوي كيف ما شفتوا معايا. انا هنا عملت غير ثلاثة غير داكشي اللي شبرت لي الكاميرا باش نوريكم يعني الطريقه اللي هي ساهله. ملي كتفرشوا بزاف د الورقه كطويوها في دقه واحده بلا ما كنبقاو كل مره نطوي وحده بوحديتها. صافي يعني غادي نكمل هذا ما ونختم معكم الفيديو هنايا ان شاء الله. هنايا البريوات غادي نطيبهم في الفران وغادي نعسلهم بالعسل ما غاديش نقليهم في الزيت كما قلت لكم غادي نعملهم دابا في الفران ومن بعد غنعسلهم بالعسل. هنا الحبيب ديالي بعد ما ساليت كلشي ديالي هادو هما البريوات د اللوز ديالي انا طيبتهم في الفران وعسلتهم خرجوا لي أربعة د البواطات بحال هادو خرجوا لي أربعة د البواطات. وهنايا البريوات ديالي انا كنثلجهم ومن بعد كنعملهم في ميكا وعاد كنعملهم في فريكو لان ما عنديش كونجيلاتور باش هكذا ما كيديوليش يعني لي سباس في البواطه. وحتى العجينه البيتزا كيف ما شفتوها هي كيفاش كتجي هيا كيفاش كتجي كيجي باين فيها داك الصحتار كتجي فنه فنه والمذاق ديالها اكثر من رائع فيها واحد الريحه مزيونه بزاف. صافي هادشي اللي وجدت ان شاء الله رمضان وفي رمضان اكيد غادي نوجد معكم واحد الجيوات فنين. انا ما كيعجبنيش الصراحه نعمل بزاف د الحاجات ونخليهم في الفريغو كيعجبني كل مره شنو نعمل يعني فقط كنعتمد على العجينه البيتزا والبريوات الدجاج صافي والمعسلات كما وريتكم. صافي هادشي اللي كاين. وهنايا عندي هاد البليغات هادوما كيف ما كتشوفوا هادوما عدلتهم لي الصديقه ديالي ودوقتني منه مسكين دوقتني منه مسكينه الله يعطيها الخير. صافي انا عملتهم هكذا في بواطه وخليتهم. صافي هنا كيكون سال الفلوق ديالنا حبيباتي. بالنسبه للناس اللي شافوا القناه ديالي لاول مره فضلا وليس امرا ما تنساوش انكم تضغطوا زر ابوني كذلك تفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد باذن الله. كنتمنى ان المحتوى ديال القناه ينال الاعجاب ديالكم وكنأكد عليكم وكنوعدكم ان الفلوق اللي غيكون من مورا هذا غادي يكون اكثر من رائع. فقط انتظروني الفلوق اللي من مورا هذا ان شاء الله غيكون مزيون لان غادي نخرجكم حيت كثرت عليكم بالكوزينه والشهيوات. كيف ما قلت لكم وفي رمضان غادي نعمل معكم فلوغات ندخل في وسطهم وصفات اللي غادي يكونوا مزيونين واقتصاديين. بسلام عليكم ونتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.